السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شو اخباركم؟ لاباس عليكم؟ جبت لكم قصيدة حزينة طبعا، كيف الحال كيف موالفة. ايوا، بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله. الى اغلى من نفسي، يا اجمل واغلى واحن كلمة، يا اغلى من روحي استسمحك يا ولدي، يا اعز من فؤادي تألمت وتعذبت وأنت لازلت في صبية، وبكيت وأنت شاب بهية، وآلمني آلامك وعذبني عذابك، فلم أستطع فعل شيء في حياتك، قاسيت وما زلت تقاسي، والله وعزة ربي ستكون أحسن الناس، تهت في زحام أضاعك، تهت ولم أجدك، رسمتك في قلبي بدمي، بت سهرة أنتظرك، أسمع خطاك، أسمع نداك، أراك بابتسامتك تحطم حزني، أراك يا أعز الناس، أراك يا أعز الناس، أملي في ربي كبير، سأتشفع له، سأنتظرك. مسكين أنت يا ولدي، لم تجد الحب والحنان فتهت عني، تمزق فؤادي ببعدك عني، كم تألمت، لم تكن الحياة ناصفة معك، أملي فيك يا مولاي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمحوا لي بزاف، تأثرت مع القصيدة. هاد القصيدة ما كتبتها في 2000. نتمنى انكم تعجبكم وتخليوا لي التعاليق والكومنتير، تخليوا لي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نخلي الفيديو دايزة، كون وقت قدرت نهضر سمحوا لي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.